بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي، معكم أخوكم منصف. الموضوع تاع اليوم خوتي هو موضوع اختصار المستوى تاعنا اللي رانا ماشيين فيه، بما أنه بكل نعلمو باللي رانا كاين مولود جديد. الأورنيطولوجي هو ليناطو اتحاد جديد في علم الطيور. الاتحاد هذا يضم كي نقول لك كل القامات اللي في الجزائر اللي يربيو الطيور واللي متفقهين في الطير بزاف بزاف بزاف. داروا مبادرة مليحة، يستعملوا جوجل ميت، لا جوجل ميتا ولا ما عرف كيف اسمو لابليكاسيون هذه، يستعملوا فيها محاضرات. المحاضره الاخرى هذه تاع علي طيار. شكون هو علي طيار؟ علي طيار هذا هو مربي وزيد مستوى عالي، لانه قرايته تقيس الدومين هذا. دار محاضره فيها 5 سوايع ولا بلا اكثر على النظام الغذائي. محاضرة تحبوا تتبعوها راكم تلقاوها مسجلة، الله أعلم، عند عيسى طاهري ديال العجر مربي الموزايك. حنا بالنسبة لنا واش نستنتجو حنا ورانا حنا بالنسبة للمحاضرة تاعو، حنا بالمحاضرة تاعو ورانا في الطريق الصحيح، الطريق السليم. بالنسبة للمحاضرة تاعو رانا في الطريق السليم. على وهدر هو الحاجة الأولى اللي هدر عليها هو نقل تجربة تاع أحد المربيين الأوروبيين، مربية أحد المربيات الأوروبيات. وش هو اللي دارت؟ مدت للفيتامين المكملات الغذائية للطيور تاعها، ودارت لي زاناليز، لقات الطيور تاعها المكملات الغذائيه هذيك مزودين الطير بكل الفيتامينات، ودارت تجربه خلاف على طيور مدت لهم الخضر الفواكه الحبوب التربيه الطبيعيه كما يقال، راني ربي طبيعي. لقيت نقص فادح في الفيتامينات. تجربة راهي موجودة في الانترنت، تقدروا تروحوا تشوفوها من بعد. لكنش ما جبت رابط راني نعطيه لكم. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، خونا علي طيار وش هو اللي قال لك؟ قال لك واحد العفصة لي زاسيد اورغانيك ممنوع تمدهم بكثرة ل مرحلة التجهيز. بون، حنا بالنسبة لنا التاريخ تاعنا حنا واش تعلمنا من الخبرة تاعنا حنا في مرحلة التجهيز، 20 يوم الأولى نمدو الأدي 3 أو ونمدو الكالسيوم، نمدو الأدي 3 أو ونمدو الكالسيوم، ومن بعد من وراها نمدو دوجور كولين ورا 20 يوم، ومن بعد من وراها 5 أيام أدي 3 أو وكالسيوم، ومن بعد من وراها نمدو يومين ولا يوم تاع لي زاسيد اورغانيك، ومن بعد 5 أيام وهي رايحة حتى يولدوا لنا الزواج تاعنا. كي نشوفوا لهذا لي زاسيد اورغانيك في مرحلة التجهيز، شحال مديناها؟ مديناها مخطرة في 11 يوم، هو قال لك على الأقل مديها مخطرة في السمانة، خطرة في الأسبوع، حنا قاعدين نمدو فيه مخطرة في 11 يوم، تسمى رانا في لو بون فوا، لو بون فوا، يعني في الطريق الصحيح، الطريق السليم. هكذا. تبقى بالنسبة للبلونشيمون،
البلانشيمون الناس اللي تبلانشي 20 يوم لي زاسيد اورغانيك، هنا كاين اختلاف. المعلومه اللي من عند خونا علي طيار معلومه صحيحه ونعتبرها صحيحه، قال لك لا، قال لك لي انه نهار يجي تكرر يلقح الانثى في السكس تاعو ثم يكون حمضي، والحيوانات المنوية ما تتنقلش ولا ما تعيش في المجال الحمضي، لازم قلوي العكس السحر قلوي ولا حمضي. المهم واش هذا الموضوع تاعنا هنا نقولوا عنده حق. بصح لو كان باغ اكزومبل حنا درنا البلونشيمون تاعنا في ديسمبر، من لو 1 ديسمبر لو 20 ديسمبر، راه تنحى المجال تاع الحمضي، يقدر يكوبلي الطير عادي. هذه وجهة النظر تاعي انا، ان اخطات فمن نفسي وان اصبت فمن الله عز وجل، هذه وجهة النظر تاعي. يبقى الموضوع هذا نشوفوا كيفاه، كاينين الناس برك يحكيو معاه ونجيبوا معلومه من عنده وننقل لكم المعلومه كيما تجي، لانه يحصل لي الشرف باش نوصل انا لخونا علي طيار ونهضر معاه. نتمنى اني نقابلو وندي من عنده كاش معلومات، ما تخافوش نسرق له نورمال المعلومات، تاكل ما يعطينيش برك نعرف كيف انا جالس. المهم نرجعو حنا للنظام الغذائي تاعنا، كي نقولو تاعنا راهو تاعنا اكل. اجماعة النظام الغذائي تاعنا ما تستهينوش بيه، راهو دبابة. هذا النظام الغذائي انا اللي مديتو، بصح راني ما تعلمتوش من تجربتي انا برك، راني هزيت معلومات وديت معلومات، وعلى بالك مصدر المعلومات تاعي 80% منين؟ مصدر المعلومات تاعي 80% اول واحد خونا نازل، وزيد 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 وزيد. النظام الغذائي تاعنا اجماعه ما تستهينوش به، لا تستهينوا به، سيد نقول لكم خلاصه القول في النظام الغذائي تاع الطير، المكملات الغذائيه لازم تكون، اعرف كيفاه تلعب في المكملات الغذائيه. تحتاج كل المكملات الغذائيه، تحتاج الادي 3 او، تحتاج فيتامين ا، تحتاج البي كومبلكس بي، تحتاج البروبيوتيك، تحتاج كل شيء. هذه خالتي، نتمنى اني فدت واستفدت، ونتمنى ان الموضوع مهم بزاف، ودعيوا لنا كي يعود عندي الوقت راني ندير لخالتي فيديوهات، كي نلقى الوقت ما كنحتاجش. كل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.